الشخصيه جرى انقلابا في المملكه البيزنطيه في الامبراطوريه الروميه. قام نقفور بانقلاب على الملكه زين واستلم الحكم وارسل رساله الى هارون الرشيد يقول فيها: من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب وبعد، ان الملك زيني اقامتك مقام الرخ واقامت نفسها مقام البيدق، الرخ الطائر الكبير والبيدق الطائر الصغير، فخافت منك لانها امراه فارسلت اليك باموالنا، الا اذا وصلك كتابي هذا فاردد كل المال الذي اخذته واني قادم اليك عما قريب. فقرأ هارون الكتاب ثم ابتسم، فقلب الكتاب وكتب على ظهره: من هارون الرشيد عبد الله امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم. الجواب ستراه لا تسمعه، سأبعث اليك بجيش اوله عندك واخره عندي، فتية يعشقون الموت كما تعشق انت واتباعك الخمر والحياة. فلما قرأ نقفور الكتاب ظن ان هارون يمزح، وما مضى شهر من الزمان الا وجيوش هارون الرشيد تدق قلب العاصمة الرومانية، حتى دخل على قصر نقفور فوقع المعاهدة وعاد الى ما كان على رغم انفه. العزة